ديال السلعه خويا شويه مرتفع هاد الايام سيدنا رمضان، شويه الثمن شويه زيد. هو اصلا كان الثمن قبل رمضان كان زيد شويه، دابا اللحم كيوصل علينا حتى 63 درهم بالجمله. اه 63 حنا كنبيعو ب 63 درهم. صابرين حتى مولفين كليان ديالنا هاد الاثمنه، ما تقدرش تبدل. كيجي عندك كليان مثلا من الحي المحمدي مولف 63 درهم، ما تقدرش تبدل وخا تخسر كاع في اللحم. انسان كيقدر يجي من المحمديه كاع، من البرنوصي، من عين السبع، تقدرش تبدل عليه الثمن. وموراه كيجي عاوتاني، ماشي كل ساعه الغلا ديما ديما الغلا، ضروري كيجي الرخا ولا بد كيتبعو الرخا كل ساعه وساعتها، ضروري من الرزق. وتقريبا شي 11 عام اخويا دابا. الصعوبات اللي لقيت فاش في الغلا، غتصبر غتصبر واخا يكون الغلا منك من الناس، هادشي جابو الله غتصبر ليه، ما عندك ما دير. الغلا ماشي عليا انا بوحدي، كاين على ناس، كاين حوانت اخرى مساكن عندهم السلعة غالية وهم ما كاينش عندهم مبيعش. حنا مازال الحمد لله جينا في هذا الموقع كنبيعوا فيه سلعة، واخا يكون الغلا ضروري من راسك. اخويا بالنسبة لي دخلوا هذا الدومين، الشباب خويا اللي قدي دومين زوين صراحة، دومين مناسب. انسان اللي ما قراش يتعلم الحرفة، ماشي غير في التكزات، اي دومين اللي ما قراش في هذه البلاد ديالنا خاصو يتعلم الصنعة. انت الا ما تعلمتيش الصنعة غادي تضيع. واكثر الشباب دابا قرا، الدراري معايا انا قراو وخداو ما عرفتش شنو، ما عرفتش من النيفو وصلوا، ودابا جالسين مساكن ما خدامين. مول قول انا صدقات لي عليهم تعلمت حرفة الحمد لله. خويا الثمن ديال البقري 63 درهم، والغنميه الكتوفه كنبيعهم ب 65 درهم، الفخاد الكوتليت 68 درهم 70 درهم، لحم الراس 55 درهم، تقاليه 43 45 40 على حسب كل نهار وكيفاش كيكون السوق. كفته خويا كنبيعهم ب 70 درهم، والريجيم 80 درهم، عادية 70 درهم. أثمنة خويا شوية زيد، حنا مولفين الناس ثمن زوين. السبب خويا السلعة قليلة، السلعة قليلة، وهاد العام كان جفاف. كاين المليح، المليح مول المليح ديما غالي أي وقت، وخا يكون رخا كاع يكون زيد المليح، مليح حاجة بتمام.